يهجر أهالي حلب عن مدينتهم لتبقى أحياؤها وأنقاضها وحيدة شاهدة على إجرام جيش الأسد الذي لم يتوقف عن قصفها وحرقها بشتى أنواع الأسلحة على مدار السنوات الأربع الأخيرة. شهادة الأهالي الخارجين حديثا من الحصار توثق مدى إمعان الأسد في خراب المدينة، فضلا عن الأوقات الصعبة التي عاشها المهجرون في ساعاتهم الأخيرة داخل مدينتهم قبل الرحيل قسرا لا طوعة. الله يا الله عنا، ما ظلت طيارة ولا قذيفة وما ظل علينا كمرة نطلع. ولا إيران ولا حزب الله، هذا بلدي ولا جدودي، أنا ولادي وأرضي بلدي، هذا عمرنا نحن بالحضرة، هذا نسمع من دمنا ونعمر بيتنا ونعمر البوابة وأرضنا وشجرنا عمرنا وزرعنا، هذا مولى روسيا والشعب، هذا وطننا أرضنا، إن شاء الله نرجع أصل العمل عن كل شيء معه. نحو 90 حافلة وصلت اليوم إلى منطقة الراشدين أو ما بات يعرف بعقدة الرقة، تقل مئات المدنيين بينهم عدد من الجرحى، ليصل عدد المهجرين إلى 30,000. وصول القوافل تزامن مع مغادرة 8 حافلات من كفرية والفوعة بريف إدلب، فيما يتوقع أن تنتهي عمليات الإجلاء خلال الساعات المقبلة. In this exhausted city, we are leaving with a huge grief because we have lived in this city our best moments, owning our freedom and dignity. And we may not come back unless we liberate this land again. This is not the end of the journey. We will keep calling for the rights of the Syrians to live in freedom, dignity, and justice, and victory to the great Syrian revolution. سيهجر أهالي حلب تاركين وراءهم أطلال مدينتهم. خرج المهجرون إلى وجهة تفتقر لأدنى مقومات الحياة، فيما فقدت الكثير من العائلات التواصل فيما بينها خلال رحلة الهجرة. سيتوجب على هؤلاء البحث عن مأوى ومستقبل في محطة جديدة من محطات التغربة السورية.